الأهداف التي لم يتوقعها أحد. اضغط زر الإعجاب وجرس التنبيهات واشترك في القناة ليصلك جديدنا. بطريقة جميلة وأكثر من رائعة سجل هؤلاء اللاعبون الأهداف. هذه الأهداف كانت غير متوقعة حتى من جانب اللاعبين أنفسهم، لكنهم فضلوا المغامرة وحققوا أروع الأهداف. كريستيانو رونالدو يراوغ ويراوغ ويستمر في المراوغة، ويذهب للزاوية المستحيلة ويسدد، لكن الكرة تدخل الشباك. وهنا دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان يسدد كرة متقنة، فلا يستطيع المدافعون ولا الحارس إلا مشاهدتها وهي تدخل مرماهم. الظهيرة رونالدو يمر من الحارس بطريقة رائعة ويخادع آخر المدافعين ويسجل أحد أجمل أهدافه. وهنا يسجل لاعب ليفربول شاكيري هدفا أكروباتيا رائعا في مرمى المان يونايتد. ديفيد بيكام صاحب الضربات الثابتة المتقنة يسجل هدفا من ضربة حرة بعيدة وبحرفية تامة. وهنا البرازيلي جونينيو أفضل مسددي الضربات الحرة يثبت ذلك بهذا الهدف ويجعل اللاعبين في حالة من الذهول. وهنا يسجل روبرتو كارلوس من مكان لم يتوقعه أحد، فكيف للاعب أن يسدد من هذا المكان؟ لم يتوقع رونالدينيو هذه السهولة في المرور من اللاعبين وكأنهم أصنام، ولم يجد أي صعوبة في تسجيل الهدف، وليس ذلك بغريب على أحد أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم. يعود روبرتو كارلوس مرة أخرى ويحير علماء الفيزياء بتسديداته، فيسجل هدفا لم يتوقعه أحد بهذه الكيفية. بيانيتش لاعب روما سابقا يسدد كرة من مسافة بعيدة قبل خط المنتصف لم يتوقعها الحارس فتدخل المرمى بطريقة خيالية. أهلا بكم متابعي قناة شاهد لتعرف إلى فقرة التعليقات. التعليق الأول في فيديو اليوم
لمحمد الدوسري من السعودية يقول: معقولة الشعب اليماني المتخلف بيتكلم في الثقافة والوثائقي؟ شيء عجيب يا ولد. شكرا لك أول شيء يا محمد على مرورك وتعليقك، لكن لا تنسى أن اليمن هي أصل العرب، اليمن هي منبع الثقافة ومنبع الإبداع، أعظم الشعراء من اليمن، أعظم الكتاب من اليمن، الإعلاميون المتمكنون أيضا من اليمن، لذلك من المعيب السخرية من الشعب اليمني. أشكرك على تعليقك ومرورك، وأتمنى في الفيديو القادم يكون مرورك لطيف شوية. شكرا لك يا محمد. التعليق التالي لخديجة بالبشير تقول: رائع، أهداف جميلة، وشكرا على فيديوهاتك. سهيل من المغرب، سهيل وباسم خديجة، يعني سهيل ولا خديجة، شكرا لك يا سهيل وشكرا لك يا خديجة. التعليق الثالث لفوتبول يقول: السلام عليكم، أنا عمر مستقيم من المغرب، فيديوهاتكم الكروية روعة، شكرا لك ولكل المغاربة يا عمر، شكرا جزيلا لك. التعليق الرابع لسهل أحمد يقول: إنها أغرب تصديات رأيتها وكلها غريبة ورائعة، من بلاد أفعل أعلام اللي هي أعلام الجزائر، شكرا لك ولكل أبناء بلد المليون شهيد يا سهل. التعليق الرابع لإبراهيم خليل: أفضل تصديات لله للحارس العراقي نور صبري. طيب إن شاء الله نور صبري وبقية الحراس كما ذكرت سابقا أنه ستكون لهم أجزاء أخرى من أفضل التصديات. التعليق التالي لعبد الله الغامدي يقول: الحلقة الجاية عن أوبلاك، أو سوي مقارنة بين أوبلاك وشتيغن، شتيغن حارس عظيم جدا وأوبلاك أيضا، وإن شاء الله نسوي مقارنات بين كل الحراس العظماء. التعليق التالي لميمون عبد العال يقول: مقدم جميل بأسلوبك وأدائك حبيبي، أتمنى لك الموفقية إن شاء الله، تعليقي ليس لأجل النشر وإنما الحق يقال، أخوك من العراق. شكرا لك يا ميمون. أبناء العراق هم الدعم الأكبر لقناة شاهد، تعرف هناك أيضا متابعين من كل البلاد العربية، من سوريا، من الجزائر، من السعودية، من المغرب، من مصر، لكن للأمانة العراق لازالت في الصدارة، شكرا لك ولكل أبناء العراق. التعليق الأخير في حلقة اليوم من أحمد علي يقول: والله ملك، عاشق كرة القدم، أريد منك تستمر، بالتوفيق يا ملك. شكرا لك يا أحمد علي، وطالما أنتم معنا بالتأكيد شاهد لتعرف ستستمر في تنزيل ورفع الفيديوهات وصناعة المحتوى الجميل لإرضائكم وإرضاء جميع أذواقكم. كان هذا التعليق الأخير في حلقة اليوم، أتمنى منكم متابعة الفيديوهات السابقة، ستجدونها في قناة شاهد لتعرف، والمشاركة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من قناتكم، قناة شاهد لتعرف.